وبركاته. مشاهدي الكرام مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم غادي نصوب لكم واحد البيني بالسيترون ان شاء الله اللي كيجي رائع. غادي نصوب لكم البيني وغادي نصوب لكم لاصوص ديال السيترون اللي يمكن لنا نغمسوا فيه البيني ديالنا ملي نبغيو ناكلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى منكم اخواني اخواتي تردوا معايا البال لهذا الفيديو الرائع اللي غادي نقدمه لكم اليوم باذن الله، اللي هو فيديو زوين نبغيكم تعلموا لهذا البيني، نبغيكم تاكلوه، نبغيكم يعني تعرفوا كيف القيمه ديالو ان شاء الله. مرحبا بكم، غادي نشوفوا المقادير. مرحبا بكم اخواني اخواتي. المقادير ديالنا هما كالتالي ان شاء الله. عندنا 1 كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق. عندنا 2 بيضات، 2 بيضات. عندنا 100 غرام ديال السكر. عندنا 80 غرام ديال الزيت. 20 غرام ديال الملحه. عندنا منكه ديال الليمون شويه، واحد ملعقه صغيره ولا نصف ملعقه صغيره. عندها واحد قشره ديال الليمونه وحده. عصيره نص حامضه ديال العصير ان شاء الله عصرناه. بالنسبه ان شاء الله لسميتو ديالنا المغمس اللي غادي نغمسوا فيه، عندنا تقريبا 150 غرام ديال السكر. عندنا 1 إترونس ديال الماء، إترونس ديال الماء. عندنا 1 قشرة ديال الحامضة. عندنا 1 ليمونة معصورة، يعني سيترونة معصورة. عندنا المنكه ديال السيترون. هذا هو لاصوص ديالنا، هذه هي الوصفة ديال البيني ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهنا عندنا الخميرة، هانتوما الخميرة قلناها لكم ولا ما قلناهاش؟ ما قلناهاش، يعني 25 غرام، 20 غرام، حتى 25 غرام على حساب الجو. كان الجو يعني بارد بزاف نديرو حتى 25 غرام، حتى 30 غرام ماشي مشكل، ماشي مشكل. مثلا باش نصوبوا العجينه ديالنا غادي ناخذوا هذا الكروشي باش كنعجنوا ان شاء الله نركبوه. غادي نخو الفورس ديالنا، كيلو ديال الفورس. نديرو الزيت بطبيعة الحال، نديرو السكر، نديرو 2 بيضات، نديرو الملح ديالنا، ونديرو قشرة ديال الحامض ديال السيترونة، نديرو شوية ديال السيترون، غادي نديرو منكه ديال السيترون إن شاء الله. غادي نخلطوا هذا الشيء، نعجنوه بالماء دافي شويه باذن الله. نسدو لا ماشين ديالنا ها هي، وغادي نبداو باذن الله. شحال لا ماشين، غادي نضيفوا ان شاء الله الماء شويه بشويه. سيدس تاج السادس ورد زيت سليمان. الخميرة ديالنا نرشو شوية طبلة بشوية الفرص، شوية ماشي بزاف، ما تكتروش. غادي نسرحوه بواحد الرولو بحال هكا، لأن غادي إن شاء الله ملي نسرحوه غادي نقطع منه البيني ديالنا. نقادوهم الجهه من هاد الجهه ونمشيو للجهه الاخرى حتى هي، يعني ونبداو نقلبوه بحال هكا باش يجينا مقاد البيني ديالنا هكا. غادي نديرو فورما ديالو، يعني رقيقه شويه ما تكونش غليظه بزاف. ومن الافضل تخليه واحد شويه يرتاح، سمعتوا؟ خليه واحد شويه عاد تبداو تقطعوا باش ما يتجمعش لكم البيني ديالكم هاكا ان شاء الله. نحاولوا نقادوه ونوجدوا البلاطوات قبل ما نبداو نقطعوا فيه، خصنا نوجدوا البلاطوات ديالنا. نحاولوا نضغطوا على البيني ديالنا باش ما نخليوش هذوك الشريطات اللي كيبقاو في العجينه بحال هكا، باش ما يكونوش، باش البيني ديالنا ما يجيش حرش، يجي ملس في الوجه ديالو هاكا ان شاء الله. ديالنا من الاخمر
غادي نجيبو القطاع، غادي نقطعو شويه كبير البيني ديالي بحال هكا. ها انتما غادي ناخذو مباشره هنا، خصنا نقطعو مزيان باش ما يكونش عندنا هذا المشكل ديال هذه الغلقه الوسطانيه. ونوركو على هاد الوسطانية حتى هي باش كلشي يتقطع مزيان، باش ملي نهزو البيني ديالنا نهزوه مقاد بحال هكا هكا دائما هكا، ونوركو على هادي حتى هي بحال هكا هكا كيتقطع لينا مقاد. هادي حتى هي الوسطانية، ونخليو الفرق ما بين البيني ديالنا باش يخمر مزيان. ناخذ الماء ديالنا، ها هو غادي نديروه الماء، نديرو السكر، نديرو القشرة ديال السيترون. هاد الكريمة هي اللي غادي نكون مصاحبة البيني ديالنا ان شاء الله. نديرو السيترون الحامض، ونديرو لاروم ديال السيترون. غادي يبقى لينا واحد شويه ديال الفورس، ماشي حتى معلقه كبيره ان شاء الله، ماشي معلقه، باش غادي نجمعوا ان شاء الله هاد الكريمه ديالنا ما تجيناش جاريه بحال هكا. ديال الفورس ونخلطوا الجميع مزيان. هذيك المعلقه هي اللي غادي تجمع لينا ان شاء الله هاد لاصوص ديالنا، ماشي نشا، ما ديروش نشا، ديروا الفورس مزيان يكون ابيض. وهنا خصكم تخلطوا مزيان، ونخليو هاد الشيء ديالنا يبدا يطيب باذن الله درجه الغليان. كنصفيو لاصوص ديالنا، نصفيوها ما يبقاش فيها حبايب ديال الدقيق، وما يبقاش فيها القشور ديال الحامض. رائعه المرافقه ديال البيني ديالنا، كتجي شويه جاريه، وهيني واحد لاصوص ما تشبعش منها. على بركه الله نديرو شويه الزيت في شي مقله، ونبداو نقليو البيني ديالنا. دائما الزيت سخن شويه، ما ديروش في الزيت دائما البيني ديالكم في الزيت بارده، باش يعني ما يتمصش لينا البيني ديالي الزيت. ولا العجين خصو يتعجن مزيان، باش ما كان البيني معجون ما كيدخلش الزيت، باش ما كان رهيف كيدخل هذيك الزيت، ما نخوش عليه الزيت كيما كيدور البعض كيهز معلقه كيخوي الزيت على البيني يقول لك باش يتقفل. لا، غادي تقفل راسو هنا، غادي نخليوه حتى يتحمر عاد نقلبوه، ما نقلبوش وهو ما محمرش. هكا مزيان، هذا اللون زوين، اللون هو هذا، ما نديروش داك اللون المخموق بزاف بزاف بزاف. اخواني اخواتي، هذا هو البيني ديالنا بالسيترون، هو معجون بعجينه فيها السيترون، مذاق السيترون، لاصوص ديال السيترون. نتمنى منكم بخالص يعني من خالص قلبي انكم تجربوه ان شاء الله بالطريقه باش عجنتو، الطريقه اش درت، داكشي اللي درت فيه، وشوفوه والله العظيم ما تستغناو عنه. هذا بيني الا حطيتوه للضياف ديالكم غادي يعجبهم 100% باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. واحد شويه نحلو وحده باش غير يشوفوا الناس كيفاش، يعني ما فيهاش ريحه الزيت نهائيا، كتجي هائلة ورائعة بإذن الله.